الأسباب الأصلية أني شاركت في ثورة عظيمة يقيني أنها لابد أن تصل للسلطة. بما أنها لم تصل للسلطة ساعة الثورة وأحالت ما بعد إسقاط رأس النظام السابق أو رأسين لنفس النظام مبارك ثم مرسي، أحالت السلطة مش للثورة، لسلطة انتقالية. الثورات التي لا تصل للسلطة هي ثورات غير مكتملة، والوصول للسلطة إذا لم يتم لحظة إسقاط النظام القديم يبقى الطريق هو التنافس الديمقراطي عبر انتخابات. أنا أعتقد أن الترشح هو لإكمال ثورة عظيمة لم تكتمل، ده أول. اثنين، أنا أعتقد أن الأجيال الجديدة في هذا البلد ارتبطت بالثورة ولديها حلم مشروع لتحقيقه. من حقها أن تجد في هذه الانتخابات من يعني تستطيع إذا رأت ذلك أن تعتبره ممثلا للثورة، برنامجها وخطابها وأهدافها. ثلاثة، لا يمكن ترك بناء دولة ديمقراطية الانتخابات على طريقة الاستفتاء بمرشح شبه وحيد، هذا أمر لا يقيم أي بنيان ديمقراطي. لن تبني مصر ديمقراطية بمنطق الانتظار حتى تتحقق، هتبنيها على قد ما شعبها يحوز هذه الديمقراطية بنضاله. من هنا أرى أهمية أن نخوض معركة الرئاسة ثم البرلمان ثم المحليات القادمة، وكل معركة انتخابية في المجتمع المدني في المسجد جزء من أن نؤسس طريق لاستكمال الثورة. هو ككل مناخ انتقالي مركب جدا، أعتقد في طموح حي عند المصريين أنهم يبنوا بلد ديمقراطي ولديهم قدرة على ذلك. في على الجانب المقابل مناخ استقطاب حاد، وحدة الاستقطاب فيه تتجاوز فكرة المنافسة إلى سيادة يعني خطاب كراهية وعزل وإقصاء. وللأسف اللي بيقعوا في يعني هذه الخطيئة متعددين، يعني احنا عرفناها بوضوح في أداء تيارات منتسبة الإسلام السياسي احتكرت الدين و يعني كفرت باسمه، لكن يعاد إنتاج نفس الخطيئة باسم الوطنية، وكثيرا ما ترتكب أيضا باسم الثورة، وكلها تعبير عن عقلية واحدة ذات طابع إقصائي متأسسة على فهم من ليس معي فهو ضدي، ودي لا تقود لتفاعل ديمقراطي، دي بتقود لتعميق استقطابات ضررها أكثر هم من نفعها. أعتقد أن ده جزء سلبي في المناخ. أيضا هناك في ظل هذه الحالة من الاستقطاب نوع من أنواع الدور المتزايد للإعلام، وهو مربوط بالضرورة بملاك ومصالحهم وبتأثيرات الأجهزة على الملاك والعاملين، وأصبح فيه من التعبوية أكثر مما فيه من المهنية، وبمناخ صراع جاد وحقيقي لابد من خوضه ضد الإرهاب. لكن المعركة الواجبة ضد الإرهاب لاستئصاله، وده هدف ينبغي أن يتفق عليه أي مصري وطني أيا كان اتجاهه، بتستخدم في نفس الوقت لكي تغذيه بمزيد من استخدام الحرب المشروعة ضد الإرهاب والاختراقات غير مشروعة على أي نحو ضد الحقوق والحريات العامة بما فيها حتى الحق في الرأي.
وانا كان تقديري لو جابت الانقاذ بعد 30/6 بشهر ولا يعني كانت قاعده في 30/7 وهي الداعم الرئيسي لخريطه الطريق وقالت ده برنامجنا في انتخابات الرئاسه ومرشحنا هو فلان ايا كان اسمه، انا اعتقد ان الجيش المصري والمشير السيسي كانوا فرحوا بهذا الامر، ده تقديري الشخصي، وكانوا دعموه. لكن اللي حصل ان احنا يعني هذه القوى المدنيه او القوى الديمقراطيه او الاحزاب السياسيه وايضا التكوينات الشبابيه الثوريه كان فيها من التعدد والخلاف فيما هو اجرائي بقدر ما كان فيها من الوحده مع الشعب في المطلب الرئيسي وهو الثور. خلاف ده اعتقد ان هي مسؤوله عنه، وينبغي ان يكون محل نقد ذاتي، انا طبعا شريك يعني في هذا. والمشهد ده اللي احنا فيه الان جزء منه، ان من بين المتلازمه دي ان زي ما قلت لك ان السياسه انسحبت فالامن قعد يملا الفراغ، ها، ومفيش دوله بتخش مواجهه مع رئيس وتقدر تكسبه. ويعني مرسي اجهزه الدوله لم تتعاون معاه، لكن كان مستحيل اجهزه الدوله تكسب محمد مرسي ورئيس جمهوريه. اللي الذي اسقط مرسي ان الشعب ثار عليه. الرئيس اللي هيبقى معاه الشعب الاجهزه مش هتتمكن منه، بس كمان الرئيس اللي هيجي ضد الاجهزه اعتقد انه هيبقى عاجز عن ان يحقق برنامجه كما طرح. لن ينتعش مشروع طبيعه تفكيره استبداديه واقصائيه من نوع الاخوان الا بمشروع ديمقراطي، لكن لو انت استبدلته بمشروع هو كمان اقصائي واستبعادي واكتساسي ومنتهك للحقوق، هيبقى سؤال المواطن العادي انه هو هيختار ما بين واحد اقصائي باسم الدين، واحد اقصائي باسم الثوره، او اقصائي باسم الدوله الوطنيه، او اقصائي باسم اي حاجه. البلد محتاج عدل باختصار. عيش وعدالة اجتماعية، يعني في حاجتين في الشعار بيطلبوه، والأمن. احنا محتاجين دخول مباشر في حزمة إجراءات بس تبقى حكمها فلسفة، هدفها إعادة توزيع الثروة في مصر لصالح أغلبية محرومة فقيرة، وزيادة هذه الثروة، لأن إعادة توزيع ما لدينا من ثروة لن يحقق العدالة الاجتماعية، لأنه لن يكفي المصريين. معادلة تنمية شاملة مشروطة بعدالة في التوزيع دي مهمة جوهرية جدا. التالتة ان انت محتاج من اول لحظة تبرهن على انك ستقيم بحزم دولة عادلة، وهذه الدولة العادلة مش ممكن تتحقق إلا بتأكيد أنك دولة قانون بكل ما يعنيه هذا التعبير من مفاهيم وإجراءات وممارسات على الأرض. إحنا عاوزين أمن وأكل عيش، وعاوزين حرية، وعاوزين استقلال وطني. أنا رأيي مصر بالغة الوضوح فيما تريده، وما فيش مرشح له حق يجي يقول أنا عاوز إيه. أنت جاي تنفذ للشعب، أو أنا أعتبر نفسي كده، أنا جاي عشان اللي هتف به ملايين المصريين وقدموا شهداء ومصابين وسجناء من اجله اللي هو العيش والحريه والعداله الاجتماعيه يبقى سياسات معتمده في الدوله المصريه. فبقدم هذه السياسات. لن انجح في ذلك بدون ما يبقى في دعم شعبي وحضور ومشاركه حقيقيه في تحقيق السياسات دي واداره كفءه ناجحه. اثق ان كل مؤسسات الدوله المصريه محتاجه تطوير جاد، وفي كل مؤسسة في مصر أريد أن أستعين بالعاملين فيها اللي لا أشك أن عندهم إخلاص وطني وإيدهم في النار ومقدمين بدائل، وخصوصا النقابات المنتخبة، ما كل نقابة جاية من العاملين فيها. أنا عاوز أستعين إذا كانت النقابات منتخبة ديمقراطيا مستقلة زي ما أنا بطالب، أكيد يبقى عندها رؤى لتطوير الأداء. أنا أريد جيش قوي عشان أحقق قوته
انا محتاج ان هذا الجيش يلتفت لتطوير كفاءته كجيش، كفء مهنيا، تسليحه، تدريبه، جاهزيته القتاليه، توافر كل امكانيات قوته كجيش وطني قوي محترم عليه دور رئيسي هو ان يحمي امن مصر. اعتقد ان احسن وصف للجيش اللي هو في الدستور ان ملك الشعب، واحسن دور للجيش هو اللي بيقوله في عقيدته انه يحمي ولا يحكم. كده الجيش المصري دائما كل ما يؤدي دور وطني يكسب، كل ما يؤدي دور حزبي يخسر. لكن هذا الارهاب ما بيلقي حمل هائل على الجيش المصري. انا لا اريد ان القي بعباء جديد على الجيش من نوع وظف لابني هات لي انبوبه البوتاجاز، ميه الري ما وصلتش لحد الغيط. عاوزين جيش قوي، وبنقول انه الاخير وعنده تحديات من الداخل مستحدثه بعد 30 يونيو في الارهاب، ومن الخارج متزايده. يبقى انا عشان امكنه من اداء هذا الدور واحافظ على قوته قدر الامكان لا اريد اني اثقل كاهله في هذه المواجهه الامنيه بمطالب ذات طابع اقتصادي واجتماعي متصاعده عند المصريين، بان احمله ضمنا او صراحه مسؤوليه ان هو يستجيب لها.